مش هتكلم لوحدي. بس الآية دي على قد ما هي بسيطة ويمكن نبقى عارفينها، على قد ما هو سؤال مهم ربنا حطه، والبشريين ثلاثة منهم حطوا الآية دي، حطوا السؤال ده في أناجيلهم. نجيب معلمنا القديس متى، هنقرأ ثلاث أو أربع آيات وبعد كده نتكلم فيهم. بيقولوا لما جاء تلاميذه إلى العبر نسوا، ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية تيروبوس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي، والمجد لله دائما أبدين أمين. سؤال احنا كلنا عارفينه، يعني سمعناه قبل كده. الغريب انه تكرر ثلاث مرات في انجيل متى وفي انجيل مرقس وفي انجيل لوقا، فواضح انه سؤال شد انتباه التلاميذ. لما التلاميذ سمعوا السؤال ده حسوا السؤال ده مهم بصورة ما، فقرر القديس متى والقديس مرقس والقديس لوقا انهم يكتبوا السؤال ده. تفتكروا ليه سأل الثاني المسيح هذا السؤال؟ يعني ليه رب المجد يسوع اهتم من يسأل تلاميذه مين بيقول الناس اني انا؟ ليه اهتم ربنا يسوع من يسأل تلاميذه السؤال ده؟ في حد عنده اي فكرة ليه ربنا اهتم بالسؤال ده؟ عشان يعرف المعلومات. اوكي اتفضل. عايز يشوف قوة ايمان التلاميذ وزعزعه الافكار اللي حواليه. طيب هو محتاج يعرف هو مين؟ لا، هو ربنا يسوع عارف هو مين، صح؟ اوكي طيب. هو السؤال ده سأل ايه وما سألش ايه؟ يعني السؤال ده ايه السؤال سأله والسؤال السؤال ما سألوش؟ تلخبطوا تاني. السؤال ده سأل ايه؟ سأل الناس بتقول عني ايه، صح؟ بس ما سألش ايه، ما سألش انا مين. في فرق بين السؤالين. ربنا ما قال لهمش انا مين، كويس، لكن قال لهم الناس بتقول عني ايه. ايه الفرق بين السؤال ده والسؤال ده؟ يعني ربنا يسوع مع تلاميذه قال لهم اسالكم سؤال، الناس بتقول عني ايه، ما قال لهمش انا مين. في فرق في السؤال ده والسؤال ده؟ في فرق. ايه الفرق؟ مش عارفين برضه. ان التلاميذ مش عارفين. هو لو قال لهم انا مين بيسال عن كيانه هو، لكن لو سال الناس بتقول عني ايه، سال عن ايه؟ عن راي الناس. رب المجد يسوع يبقى مين؟ اوكي، رب المجد يسوع هو مين؟ هو الله، صح؟ هو الاله المتجسد، هو ربنا اللي بيحبنا، صح؟ لكن الناس شافوا ربنا ازاي؟ شافوه ازاي؟ لما سأل السؤال للتلاميذ والتلاميذ ردوا عليه له ايه؟ قالوا له ايه؟ بالظبط قالوا له كده، لو رجعنا الكتاب المقدس بيقولوا كده، قالوا فقالوا قوم قالوا يوحنا المعمدان، واخرون قالوا إليا، واخرون أرميا او واحد من الانبياء. كل شخص في الدنيا شاف يسوع مختلف عن من هو يسوع الحقيقي، صح؟ فيسوع هو ربنا الظاهر في الجسد اللي بيحبنا، بس كل واحد فينا هيشوف يسوع بصورة مختلفة، صح؟ وبصورة معينة مش كاملة. فلما هو سألهم انا، ما سألهمش انا مين، لان هو ربنا عارف هو مين، لكن كان مهتم يعرف يا ترى الناس شايفاني ازاي. ففي فرق ما بين الحقيقة الرياليتي الكمال الله المطلق المحب لينا، وفرق ما بين انا كشخص انسان عايش في الدنيا شايف ربنا ده ايه بالنسبة لي. فاهمين قصدي ايه؟ يعني ممكن ربنا يبقى اغنى اغنياء المحبة في العالم، كويس، ملء البركات، كلي الصلاح، صانع الخيرات، محب البشر، الاله الذي يعني مملوء رحمة،
لكن انا ممكن ابقى شايفه حاجة تانية. ممكن ابقى انا شايفه اله قاسي، اله ضعيف، اله ملوش منفعة، اله مستبد. فمين قصدي ايه؟ فمع ان يسوع رب المجد كان اله الخيرات، كان الله المتجسد، الا ان الناس اللي ماشيين على الارض اللي اتعاملوا مع المسيح شافوه حاجة غير حقيقته، شافوه حاجة غير ايه؟ حقيقته. ففي فرق ما بين الحقيقة المطلقة، وبالانجليزي my perception، ادراكي الشخصي للحقيقة دي. اني اهم ادراكي الشخصي ليه؟ بالظبط كده، ادراكي الشخصي هو اللي بيخليني اتعامل في حياتي. لو انا ادركت مثلا انه حضرتك اسمك ايه؟ عماد. لو انا ادركت ان عماد ده بيحبني، اول لما اشوف عماد هعمل ايه؟ هبقى مبسوط، هبقى سعيد، هبقى ابتسم لعماد. لو انا في مخي ان عماد ده غلس قوي، ها، اول لما اشوف عماد هعمل ايه؟ هتعامل معاه بشكل مختلف، مع ان عماد نفسه ما اختلفش، لكن اللي اختلف ايه؟ ادراكي انا لعماد. عشان كده رب المجد لما سأل تلاميذه وسألهم ايه؟ من يقول الناس اني انا؟ ما قالهمش انا مين؟ قال لهم انتوا فاكرين عني؟ انتوا فاكرين عني انا مين؟ انتوا فاكرين عني انا مين؟ اعتقادي وايماني ومعرفتي كويس عن الله، ما بيعتمدش الحقيقة على مين هو ربنا، لكن بيعتمد على حاجة تانية، بيعتمد على علي أنا. طيب لو حضرتكم تفتكروا أغلب المشاكل اللي احنا بنعيشها في حياتنا العادية كويس، في البيت أو في الأسرة أو مع أزواجنا أو زوجاتنا مع أولادنا أو أهلينا، أغلبها بتعتمد جواها الأساس بتاعها هو إيه؟ كل واحد فهمها غلط. يعني الناس كويسة بس فلان عمل حاجة، فلان فهمها غلط، وفلان لما فهمها غلط ايه؟ اتصرف غلط، وناس تتخنق مع بعض، صح؟ فاحنا برضو في حياتنا مع الله ممكن يبقى عندنا نفس المشكلة. ممكن يبقى ربنا بيتكلم في حاجة واحنا فاهمينه ايه؟ فاهمينه غلط، فاحنا بنتكلم في حاجة تانية. فالنهاردة ربنا يسوع بيسأل كل واحد فينا من هو؟ ماذا تقول عني؟ يعني ربنا يسأل عماد ويسأل الأخ اللي قاعد جنب عماد، حضرتك اسمك ايه؟ أسعد. هيسأل أسعد، أسعد وعماد، ماذا تقول عني؟ مش هيقولك أنا مين، لأنه عارف هو مين، هو الإله القوي المحب اللي بيحبنا. هيقولك أنت يا أسعد، أو أنت يا عماد، أو أنا يا سامح، أو أي حد، ماذا تقول عني؟ أنت شايفني ايه؟ أنت شايفني ايه؟ كويس؟ فإحنا محتاجين النهاردة نفتح عينينا ونحاول نشوف ربنا كما هو أعلن ذاته عن نفسه، مش كما احنا ايه عايزينه. طيب احنا بنتعرف على الله ازاي؟ يعني احنا كناس اتولدنا في يوم من الايام، كل واحد فينا كان طفل صغير، صح؟ اتولد من رحم امه، في يوم من الايام طلعنا الى هذا العالم، كلنا كنا صفحة صورة واحدة ساعة ما اتولدنا، صح؟ القديس والشرير، الامير والغفير، كلنا كنا حاجة واحدة. ازاي بعد السنين دي كلها اتعرفنا على ربنا؟ ايه اللي خلانا نعرف ربنا؟ يعني ازاي ادركنا عن ربنا حصل؟ من خلال الكنيسة، كتاب المقدس، ايه تاني؟ المعمودية، وايه تاني؟ الطفل بيتعرف على ربنا ازاي؟ عن طريق اهله. بالظبط، ربنا بالنسبة للطفل هم مين؟ ابوه وامه. فيبقى الطفل اتولد كويس ويطلع في بيت للأسف الاب عصبي، كل لما تقول له حاجة الأب إيه؟ يزعق. أو الأب مش في البيت، الأب طول النهار برا البيت. أو الأب بيتخانق، أو الأب بيشتم، أو الأب بيضرب، أو الأب بيعاقب، أو الأب بيكذب، صح؟ أو بيكذب، بيقول حاجة بيعملهاش. يبقى الطفل مننا وإحنا بنكبر نيجي الكنيسة يقول لك يا حبيبي ربنا ده زي بابا بالظبط، على اساسنا حاجه حلوه يعني كويس، بس ممكن يبقى احنا علاقتنا مع اهالينا مش كامله، مش حلوه، يقول لك يوه زي بابا بالظبط، ده وحش قوي مش عايزه. فادراكنا عن ربنا للاسف تشكل واحنا صغيرين خالص 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 خالص، عندنا سنه وسنتين وثلاثه، واتغرس جوانا مين هو ربنا.
فكبر في مخنا احيانا ان ربنا ده اله ماشي زي محضر ماشي ورانا بورقه وقلم يلم الخطايا بتاعتنا، اكتب عندك اسعد عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، او ممكن يبقى الهي ده مستحيل ارضيه. يعني نفتكر مثلا واحنا صغيرين بالذات في الشرق، واحد يجيب في الامتحان 7 من 10، يروح بابا يجيب 7 من 10، 7 بس، ولما جابه 8 احسن منك في ايه؟ يذاكر ويجيب ايه 8 من 10، يجيب 9 من 10، يروح لبابا يقول له انا جبت 10 من 10 يا ماما، 10 من 10 في العربي، طب وفي الحساب وفي العلوم وفي المواد الاجتماعيه؟ طب الولد قطع كل المواد، جاب 10 من 10 في كل المواد، يقول له بس خطك وحش، مش حاسس ان خطك شويه؟ فالطفل ده اتعلم ايه عن ابوه وامه؟ انه مفيش حاجه بترضيه. يدخل الطفل ده جوه كنيسه في حياته الروحيه، ويكبر جوه الكنيسه حاسس ان الله ده لا يمكن ارضائه. مشكله ما بين الله الحقيقي المحب وما بين الله اللي تشكل في مخنا بناء على اللي احنا اتعلمناه. اللي عايز اقوله ان احنا محتاجين نفكر، هل انا شايف الله كما اعلن الله عن ذاته في كتابه المقدس وفي حياته، ولا انا شايف اله انا عملته لنفسي في مخي بحاول ارضيه وبحاول اعيش معاه، بس هذا الاله مختلف تماما عن الحقيقي. شكاية ربنا يسوع أصر على السؤال ده، ماذا يقول الناس إني أنت بتقول علي أنا مين؟ أنا عارف أنا مين، أنا الإله المحب، بس أنت شايفني إزاي؟ طبعا دي حاجة بتحطنا إحنا كأباء في البيت علينا مسؤولية كبيرة، إن اللي إحنا بنعمله في أولادنا مش ماديا بس محبة وتقديم وصورة، الأولاد بياخدوها ممكن يبقى معهم مشكلة طول عمرهم اللي إحنا بنعمله. طبعا دي حاجة مهمة لينا كأباء، أو بس بالأحرى أنا عايز أخدها من ناحية تانية. إحنا كأطفال، أنا كإنسان تربيت في بيت فيه مشاكل، كبرت في حتة فيها مشاكل، طب أنا محتاج أدرك إن أنا محتاج نوع من أنواع الشفاء النفسي علشان أنمو لأدرك الله كما أعلن الله لنا عن ذاته في كتابه المقدس. طيب كتير قوي تلاقي واحد يقولك إيه ما بيجيش كنيسة ليه يا أسعد؟ يقولك لا أنا ما استهلش الكنيسة، ما سهلش تناول. او واحد يقول لك بالذات لو عمل كانت عنده تعب او في خطيه معينه، يحس جواه باحساس ان هو ما يستاهلش حاجه، انا ضايع، انا ما استاهلش حاجه، انا مين انا عشان الكنيسه، مين انا عشان اعمل كذا، مين انا عشان اعمل كذا. كويس ويدخل جوه دوامه صعبه. ليه؟ هقول لكم. هو الله عبارة عن ايه؟ من هو الله؟ دي سهلة دي. الله محبة، صح، هكذا أحب الله العالم، الله لم يره أحد قط، لكن الابن الوحيد الذي في حضن الأبي هو إيه؟ خبر. يعني ربنا يسوع جه يقول لنا عن من هو الآب، وفي الآخر رقصها لنا زي ما حضرتك قلت. حضرتك اسمك إيه؟ عماد، صح؟ أستاذ عماد قال لنا أن الله محبة، يبقى المحبة هي مين؟ الله، والله محبة. كويس، فالله محبة. طيب محبة دي احنا بنفكرها ازاي؟ نقول اما بابا بيحبني ب10%، ربنا يبقى 20% اكبر شوية، بس هي مختلفة تماما. عارفين لما اقول لكم، عارفين عربية ماتش بوكس، عربية صغيرة اللي بتلعب بيها؟ لو جبت لك عربية ماتش بوكس عماد او اسعد، شايف عربية ماتش بوكس دي؟ خد سوقها. تقول ايه ده سوقها ازاي؟ ما تسقش، دي عربية لعبة يا عم مش هزار. مفيش وجه للشبه ما بين المثل والحقيقة. المحبة اللي احنا بندركها في حياتنا كلها ناقصة، ضعيفة، فبالتالي ادركنا لمحبة الله الغير محدودة ناقصة وضعيفة، مش قادرين نعرف محبة ربنا دي، لان احنا بنفكر ربنا بيحبنا زي ما بابا بيحبني، زي ما اخويا بيحبني، زي ما جوزي بيحبني، زي ما مراتي بتحبني، زي ما ابني بيحبني، والمحبات دي كلها ضعيفة. هديكوا اكزامبل، لو اجن عماد مش كده، لو انا بحب عماد وعماد بيحبني واحنا اصحاب بنلعب مع بعض كوره، اول لما اشوف عماد هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ مبسوط. هيك اسمك ايه؟ ايه؟ جرجس. كويس، لكن افرضنا انا وجرجس متخانقين مع بعض، ها، اول لما اشوف جرجس هعمل ايه؟ هامتضايق. يبقى انا حبي لعماد وحبي لجرجس اعتمد على ايه؟ على علاقتي على عماد
وعلى جرجس. انا ما بقتش انا الحب اللي عندي اشوف عماد اطلع حب، اشوف جرجس اطلعش حب، اشوف عماد صح اطلع نص حب، احنا اصحاب بس نص نص. ده مختلف تماما عن محبه الله. هديكم مثل وحش ومثل حلو، بس المثل وحش عشان يلزق في مخنا. لو احنا كلنا مشينا في حته مليانه زباله، خلاص احنا كلنا ماشيين فين؟ في حته ايه مليانه زباله، هنطلع من حته ريحتنا ايه؟ ريحتنا ايه؟ زباله. كلنا الحلو والوحش فينا كلنا يبقى ريحتنا زباله. اللي استحمى واللي ما استحماش كله يطلع ريحته زباله. شود بي صح. الزباله طلعت ريحتها الوحشه للكويس وللوحش متساويين. فهمتوا قصدي ايه؟ ما فهمتوش؟ فهمتوا. ربنا بقى كلي الحب، كلي الجمال، كلي الريحه العطره، كل الله محبه. الله نفسه محبه، هو بيطلع محبه بوجوده. هو الله كائن يحب، يحب اي واحد معدي عند الله ربنا يعمل له ايه؟ هيحبه، حتى لو هو عماد، حتى لو هو جرجس، حتى لو هو عماد. يبقى الله محبته لينا مستمره كل الوقت، كل اوقات، في كل الظروف، مهما حصل، لان المصدر في المحبه هو الله ذاته، مش معتمد على علاقته بعماد او علاقته بجرجس. فلما نقول ان ربنا بيحبنا مختلفه تماما عن تفكيرنا في المحبه. تفكيرنا في المحبه ان انا واحد بحبه بيحبني، في بيننا علاقه، ده ما بحبوش ده بحبه. لكن الله هو ذا سورس اوف المحبه، مصدر المحبه. هو يقول لك الكلام المقدس لا يمكن ان ايه، ان ينكر نفسه. هو الله نفسه محبه، ما داش غير نفسه. عشان كده هل لو انا عملت حاجه كويسه ربنا يحبني اكتر؟ لا. طب لو عملت حاجه وحشه ربنا يحبني اقل؟ ها؟ لا برضو، لان ربنا محبته ليا مش معتمده عليا، مش بيرياكت ليا، لكن ربنا محبته ليا معتمده على مين؟ عليه هو. احبنا فضلا، لان الله احبنا فضلا. فعشان كده مرجع لينا في حياتنا اني ادرك ان كده محبه الله مختلفه تماما عن 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 ادراكي المحبه. لان لو انا عايز اعرف ربنا بيقول لي ماذا يقول الناس اني انا، ممكن اقول له انت نبي، انت كويس بس بعيد عني، انت يوحنا المعمدان طلع من السجن، حد كان شاهد المسيح، انت ارميه. لكن ربنا مش ده ومش ده ومش ده، ربنا حد تاني خالص. هو مين؟ الله محبه. يقول لك انا، انت عايز تعرفني؟ انا حاجه واحده بس، انا محبه. ايه محبه؟ يعني انا حد باشع لي قبول في كل ظروف حياتك. لو انت احسن واحد في الدنيا او اقل واحد في الدنيا، لو انت احسن واحد قديس بيطلع نور بالليل او اقل واحد مش عارف يصلي، لو انت واحد خير او واحد شرير، لو انت واحد باي صوره من الاشكال، انا بحبك باستمرار بعدم اختلاف حبي ليك بصورتك. المشكله ايه؟ المشكله لما احنا كبرنا مع اهلنا وكبرنا في موضوع 7/10 و8/10 و9/10، كبر في مخنا لما اجيب 9/10 ابويا يحبني اكتر، ها؟ ولما اجيب 10/10 ابويا يحبني اكتر واكتر. ولو احنا اخوات في البيت، اللي جاب نمره احسن بيبقى احسن، واللي جاب نمره اوحش بيبقى اوحش. وكبرت في مخي ان ربنا خدت ده حطيته على ربنا. لما انا اصلي واصوم واعمل حاجات كويسه يبقى ربنا بيحبني. اجي اتناول ليه؟ لان انا النهارده استحق اتناول، انا عملت كويس، اطبطب على نفسي، برافو يا سامح، جود جوب، ادخل اتناول. واليوم اللي انا ابقى فيه ضعيف واعمل خطيه واعثر، اقول لنفسي لا يا عم هاجي اعمل ايه؟ خليك واقف بره بقى. خدت ده اتعلمته من ابويا وامي، حطيته على ربنا. كويس؟ دي المشكله. ان لو انا عملت كده الشيطان يغذيني يقول لي اه فعلا اعمل خير، ابقى كويس، صلي، صوم، شوف قد ايه ربنا بيحبك. ليه بيعمل كده؟ لان يوم ما اقع هيبقى وقعتي كبيره، مش عارف ارجع تاني. فاحنا في حياتنا هنرمي كل ثقتنا على الله، لان هو ابونا. هو ربنا لما حب يلخص علاقتنا بيه، لما التلاميذ سالوا رب المجد، سالوا له يا رب احنا ازاي نتعامل مع ربنا، كيف نتعامل مع الاب؟ قال لهم متى صليتم فقولوا ايه؟ ابانا، ابانا. يعني حضرتك اسمك عماد ايه؟
عماد طوبيا. لو الاستاذ عماد طوبيا قرر في يوم من الايام يروح السوشيال سيكيورتي يقول لهم انا عماد مش طوبيا، انا عماد حسن، خلاص غير اسمه عماد حسن، بتحصل خلاص، ومش في الشارع الناس تقول له عماد طوبيا، انا مش عماد طوبيا، انا عماد مين؟ حسن. هل ده يلغي في يوم من الايام ان واد الاستاذ عماد هو الاستاذ طوبيا؟ ما يلغيش. مهما عمل عماد هيتنوا ايه؟ عماد طوبيا. ان شاء الله يغير اسمه رسمي في البطاقة هو مين برضو؟ عماد طوبيا. احنا ربنا اشترانا وصرنا ابناء الله، صرنا اولاد الله، صرنا مدعوين نعرفه كما هو الله المحب لينا. مهما احنا عملنا محبته لينا غير مختلفة لاننا بقينا عماد طوبيا. حتى انا رحت كسرت قطعت الورقة دي يقول لك لا انت برضو ابني. مش كده ربنا بيقول ايه؟ محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. بولس الرسول بيقول إيه؟ بيقول ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الايه؟ الفائقة المعرفة. يعني هقول لك على حاجة يا عماد بس مش عارف اقولها لك. ليه؟ أصلها كبيرة وعريضة وطويلة وفوق، طب اعمل ايه فيها؟ اعرفها ان انا اتعامل معاها، ان انا ادوقها. اوكي؟ برضو بولس الرسول بيقول ايه؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف؟ فاني متيقن، يعني انا متأكد. ايه يا بولس الرسول؟ انه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا اموات ولا امور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. يعني مفيش حاجة في الدنيا ولا خطية ولا التعب يقدر يخلي محبة ربنا لينا تقف. طب اسالكم سؤال، مين فينا اللي الشهر اللي فات، مش هقول الاسبوع اللي فات، الشهر اللي فات عمل خطيه يرفع ايده؟ اللي ما رفعش ايده يبقى كذاب، يعني عشان واضحين يعني. فكلنا عملنا خطيه الشهر اللي فات، صح؟ صح كلنا، صح. اوكي طيب، مين يحب يتكلم على الخطيه بتاعته؟ اللي يحب يتكلم على الخطيه بتاعته يخلي ايده مرفوعه فوق. مفيش حد، كلنا بايه؟ بنحاول نمثل ان احنا حلوين. بس هو الفرق بين اللي بيعمل خطيه واللي بيعمل خطيه ايه؟ هقول لكم حاجه. الابن الضال، الابن الضال عمل خطيه كبيره، خد فلوس ابوه قال له روح كانك مت يا والدي هات فلوسك ومش عارف ايه، وهو في حته معينه حس ان انا ايه نفسي اكل اكل الخنازير دول، والخنازير تقول له لا لا مش هديك اكلنا، احنا عايزين اكلنا، ما كانش يقدر ياكل اكل الخنازير. فيقول لك ايه؟ وراجع الى نفسه. يعني ايه رجع الى نفسه؟ يعني تاب. يعني عمل ايه لما تاب؟ يعني قال لك ده انا عند ابويا غالي قوي، والناس اللي عند ابويا الشغالين حالهم احسن من حالي. عشان ما تنسوش هعمل لكم حاجه لطيفه اتمنى تفتكروها. لو حطيتوا ايدكم قدام وشه كده اهو، بص على كف ايدك، بص على كف ايدك، اعمل كده اهو، حط كده اهو، بص على كف ايدك. اوكي اعمل، جرب جرب جرب. شايفني؟ شايفني؟ لا. طب بص عليا من بين صوابعك، شايف كف ايدك؟ لا. معنى كده ايه؟ معنى اللي عايز اقوله ايه؟ انه ظروفنا في الحياة وضعفنا ممكن ما يتغيرش، ممكن يبقى قدامنا، لكن المطلوب مني ان انا وسط ضيقي ده ادور على فين؟ ابط من غير ما اشيلها، ان شاء الله انها موجودة، بس احط رجائي فين؟ في المسيح. من جوست دي، من وسط تعبي، من وسط ظروفي الصعبة، ظروف مادية اقتصادية في البيت مع مراتي مع أولادي في الشغل، خطية في كل الظرف ده، حاجة اللي على مناخين ضايقاني دي، بدل ما تاني مركز وشايف بس ايدي، فكل رجائي في انا كويس، اسيب الحاجة زي ما هي، ممكن متحركش، لكن ابص من بين ايدي اقولك يا رب انا محتاجك، انا عارفك انت قابلني، انا عارف انت موجود، انا مؤمن بيك، انا اثق فيك، انت ابويا، يا ابانا، يا ابانا. ابانا زي ما تقول ماي دادي، مش بس اب لكن ابي انا. وعشان ربنا يمسح ذكرى الاب الارضي اللي ممكن تبقى ضعيفه، ابانا الذي في السماوات، انت ابي الذي لا يتغير،
لا موت ولا حياة ولا خليقة أخرى ولا حاجة تقدر تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هدف الشيطان أنه يفصلنا عن محبة الله شوية بأنه يمجدنا تمجيد ذاتي وشوية أنه يفعصنا لما نعمل خطية، والفعصة دي تبقى صعبة خلينا نستفسر عن ربنا خالص. لكن هدف ربنا يقولك أنا بحبك لأنها ريحتي جميلة، حتى لو أنت ريحتك وحشة اللي هي جنبي مهما كان هيبقى ريحته إيه؟ حلوة. ليه؟ لأن أنا مصدر المحبة، أنا المحبة. شكراً. لو رحنا لسفر الرؤية نلاقي ربنا بيقول علينا إيه؟ الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا. مش علينا نروح نضفه وبعد كده تعالوا لي، قال لك لا أنا بحبك فهغسلك، أنا بحبك لأنه كذا أحب الله العالم حتى بذل. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لعدو أبرار بل خطى. ربنا بتاع الضعيف، أنت حسنك ضعيف، أنت ضعيف. لو حسنك قوي بذاتك خد بالك لأنك هتقع بكرة وساعتها هتهرب من ربنا لأنك هتمتع على نفسك. فمهم أن أنا أحاول أصلح مفهومي عن الله، لأنه ساعات عندي مش كونسبشن من هو الله كويس. لو رحنا للعهد القديم التلاميذ سمعوا الكلام ده، التلاميذ بيقولوا رب المجد علمنا كيف نصلي، فقال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات. صح؟ احنا النهارده بنقولها عمال على بطال ومجرين بيها. لو سألت القديس بطرس أو يوحنا أو يعقوب أو مرقس أو سمعان أو اندراوس كانوا بيكلموا ربنا ازاي الناس دي؟ يعني ايه الصيغة اللي كان بيخاطب بيها بطرس أو بولس أو لوقا أو سمعان أو اندراوس أو يهوذا الله لما بيروحوا الهيكل يصلوا بيقولوا ايه؟ يا معلم أو السيد أو رب الجنود. صح؟ يهوى. صح؟ أو الملك. صح؟ عشان ربنا يقول لهم قولوا بقى بابا. تتكلم عن ربنا اللي احنا نعرفه، اللي بيزعد على الأرض، اللي بيطلع نور، اللي بيرمي بيفتح الأرض تبلع ناس. فقال لهم احساسنا عن الله الرهيب المخيف اللي بيعمل حاجات رهيبة اللي بياكل الناس اختلف في العهد الجديد لما ربنا أظهر محبته لينا فين؟ في ابنه. الله لم يره أحد من قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب ايه؟ هو خبرنا. خبرنا عن ايه؟ انه هو ده أبونا. يعني فالتلاميذ يقولوا الرب المجد انت متأكد ان ربنا بتاع العهد القديم ده احنا نقول له أبونا؟ قال لهم ده أبونا. انتوا عارفين في العهد القديم، العهد القديم قد كده كبير قوي كويس، كم مرة ذكر ان الله لقب بلقب أب فاذر؟ 7 في كل العهد القديم. في الأناجيل 4 بس لقب الله بأب 150 مرة. في نظري في فرق رهيب بالتلاميذ حسوه ان احنا النهارده بنقولها يا ابانا الذي في السماوات، من كتر ما بنقولها فقدت معناها. بس انت وقفت قدام رب بتقول يا رب انت ابويا، انا مليش حد غيرك. اشعيا زمان قال له كده، قال له يا الله انت ابانا ابويا. فلو انا نميت هذه العلاقه وهذه الاختبار، فلما ربنا يسالني من تقول اني انا، اقول له ايه؟ انت ابي. فالنهارده يسوع هيقف يسال كل واحد فينا يقول له من تقول اني انا، من تقول اني انا؟ مش من انا، انا عارف من انا، انا عارف من انا كويس، بس انت بالنسبه لك انت كشخص شخصيا انت هتقول انا مين؟ اللي هيقول له ربنا القوي القهار بعيد انت من ناحيه وانا في ناحيه، مش عايز اكلمك، انت بتحرق وبتعمل انت ربنا انا مستحيل ارضيك مهما عملت، انت زعلان نكدي. واحد يقول له انت ابويا. فالله منتظر من النهارده انه يسمع الرد، من تقول اني انا، من تقول اني انا؟ انت شايفني مين؟ انت شايفني ابوك؟ ابويا انا؟ انا الضعيف الخاطئ؟ ولا شايفني حد لسه بعيد عنك؟ ربنا محبته لينا مختلف عن كل المحبات اللي احنا اختبرناها في حياتنا، وعشان نعرفها محتاجين نعرفه ان احنا نمسك انجيله نقراه، نعرفه ان احنا نرتمي في حياتنا عليه، نعرفه ان وقت الضيق ما
ما بصش دي لكن ابص له كويس، اطلبه في حياتي اكون معاه، فالقي بنفسي على 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 محبته. ان انا لما اكون ضعيف في خطيه او في تعب او في اي مشكله اكون اثق ان هو معي، الله معي. الشيطان هيجربنا هيقول لنا تفتكر فعلا ربنا معاك؟ طب ربنا معاك عمل كده ليه؟ ويقعد ينغوش في مخنا. دي محتاجه يعني موقف تاني نتكلم فيه، ازاي ربنا ممكن يبقى بيحبنا وبيتغيرش وانا اشوف حاجه تانية مختلفه. هقول لكم برده مثل صغير عشان ما ننساش. احنا الصبحيه بنصحى بيبقى الشمس ايه؟ طالعه منوره صح؟ وفي اخر النهار الشمس بتروح فين؟ بتغرب. هي شمس اتغيرت؟ امال احنا اللي لفينا قدام الشمس والشمس زي ما هي صح؟ الله محبته لا تتغير، لكن اللي بيحصل ايه؟ انا بتغير، فانا محتاج اضبط البوصله بتاعتي اني اكون دايما في نور الله. لو انا عملت خطيه وتعبت هشوف تاديب الله، مش لانه بيكرهني بس لانه بيقدمني عشان بيحبني هيرجعني تاني. فالله محبته لا تتغير، هو كالشمس شمس البر لا يتغير، لكن انا هشوفه حسب انا فين. عشان كده الرد بتاع السؤال ده ماذا يقول اني انا، ها كل واحد فينا يجاوب غير التاني. واحد هيشوفه يوحنا، واحد هيشوفه أرميا، واحد هيشوفه واحد من الانبياء، واحد هيشوفه عدوه، عدوه واحد مش مصالح مع الله، عدوه ما بحب مش عايز اي كنيسه، واحد هيشوفه اله ملوش نفع مش قوي، واحد هيشوفه اله ضعيف، واحد هيشوفه ابوه. لك انت ابي. ويحيى هذا الانسان مهما كان ضيقه، الابن الضال تغيرت حياته مش لما الاب قبله، لكن لما بص ما بين ضيقه وقال لك ايه كم من اجير ها عايش احسن مني، ابص الان اقوم وارجع، وان كان ما اتحركش من مكانه لكن مكانته الداخليه و و و و واحساسه الداخلي اختلف، لانه ايه؟ لانه رجع الى حضن الاب في مكانه. ربنا بيقول، عشان احنا ساعات بنفتكر ربنا بيتغير، قال لك كده لاني انا الرب لا اتغير، مهما انت عملت انا مش هتغير، ملقين كل رجاءكم عليه فهو يعتني بكم. فلو النهارده ربنا ادانا نعمه نخرج من كلامنا النهارده بان الله ابونا، وانا مدعو النهارده اني اغير فكر الله عني من مخي من معرفه حاجه الى ان هو ابي انا. فاول مجموعه من الناس لما ردوا رد غلط، قال لك انت واحد من الانبياء، ارميا مش عارف ايه. طب نشوف بطرس. بطرس رد صح ولا غلط؟ صح، قال له الكلام صح، قال له انت والمسيح ابن الله الحي. وربنا حب الكلام ده ولا؟ قال له اه. فانا برافو يا بطرس. بطرس عمل ايه بعديها بكم شهر؟ انكره. طب فين الكلام ده؟ ايه المشكله عند بطرس؟ المشكله عند بطرس انه المعلومات اللي في راسه مختلفه عن المعلومات اللي فين؟ في قلبه. سوري، بالظبط، بيقول كلام ببقه بالظبط كده. فاحنا بقى ممكن نبقى مش الجروب الاولاني، بس ممكن نبقى جدا بطرس. احنا بنروح الكنيسه وبنصلي وبنقول ان ربنا بيحبنا، انا بقول ربنا بيحبنا، لكن تعال شوف قلبي من جوه. انا من جوه لما بتعب في صلح بيني وبين ربنا ولا في كسر؟ فاخاف ان احنا محتاجين خلال حياتنا ان احنا حياتنا تتغير من معرفه العقل الى معرفه القلب، وده محتاج ساعات زمن. ليه؟ لانه انا لما تربيت وانا صغير ومحتاج العمر كله، وانا بالذات لما تربيت وانا صغير في عقد كتيره تركبت فيا، عشان افك العقد دي وانفتح على محبه الله الكامله محتاج عمري كله اقضيه اكتشف من هو الله. هذه الحاله الابديه ان يعرفوك. الحاله الابديه هنكملها كلنا فين؟ بنكتشف من هو هذا الاله. فالدعوه لي النهارده ان انا اغسل عن مخي كل المعتقدات الخاطئه اللي انا حطيت ربنا في صورتها، واحاول اكتشف
من هو الإله الحقيقي الذي يحبني أنا؟ من هو الإله الحقيقي الذي دعاني أن أكون ابنه أو بنته مهما كان عمري، سنة أو 90 سنة؟ أوكي؟ النهاردة أنا ما أدعوني أعرف أنه نروح لبابا يسوع رب يسوع إيه علاقتنا بالآب؟ فقال لنا كده، لو تخيلت رب المجد يسوع واقف هنا وكده، ماذا صليتم؟ فقولوا بابا. روح له قول له بابا في كل ظرف، قول له بابا، واختبر هذه الأبوة علشان يبقى اسمك من النهاردة عماد ابن يسوع، سامح ابن يسوع، جرجس ابن يسوع، أنا مش عارف أسمي حضراتكم بس كلكم أسعد ابن يسوع. حضرتك اسمك إيه؟ أميرة بنت يسوع. مهما عملت أميرة ستظل بنت يسوع، لأنه أمين لا يقدر أن يغير نفسه، هو اشترانا بدمه. فدعوة ان احنا في حياتنا نبقى متمتعين بحب الله في رغم كل ظروفنا، لا ندع مجال لأي شك يحط بيننا وبين ربنا عائق، نرجع إليه في كل ظروفنا نقول له يا رب احنا ملناش غيرك، احنا بنحبك بس، وربنا المجد دائما أبديا أمين. أحب نختم الاجتماع لو ممكن نقف مع بعض ونرتل الترتيلة بتاعت آتي إليك يا يسوعي، لو معك تليفون بالموبايل اكتبوا آتي إليك يا يسوعي، هي ترتيلة سهلة، اللي عارفها يقول معايا واللي مش عارفها إيه هيتعلمه واحنا بنقولها. تفضل. حد طلعها؟ آتي إليك يا يسوعي، حد عارفها؟ حد عارفها؟